السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الموضوع سميتو ما كتبغيش تخرج ليا من فمي، علاش ما عرفتها؟ الحب الحب او لا العنب عند المغاربه. نو هذا الدلاح او لا نقدروا نسميوه البغو، جايه من البغو. الحياه كتحط الانسان بزاف ديال المواقف خايبه، ولكن الحب كيحطك في شي مواقف كتكون زوينه او لا كيسحب ليك راها زوينه. عرفتي هاد النهار عمري نساه. استني كثر. يلا زعم هادي هي الفرصه، كون راجل قول ليها كنبغي. حنان انا كنت باغي نقول لك واحد الحاجه. قول انا كون انا بحال خويا. وتشي علاش واحد ما خصوش يكون مشيشه؟ الراجل خصو يكون بريغاد بالشوفه ديال الفيغوره ديال الدريقه. وانا الحمد لله ما عنديش مشكل في القضيه، الدريه اللي تنوقف عليها شويه ديال الرومانسيه مع شويه ديال الجمال ديالي كتلوى. قبل ما تسوليني شكون انا نقول لك انا العاشق والهام من اصابع القدم حتى الاذناء. ومنه اعزائي المشاهدين انا عندي واحد ديديكاس لبعض الشباب، عفاكم البغو او لا الحب راه واحد الشعور فطري خلقو فينا الله، الا ما جمعتيش راسك ما غتبقاش تحكم فيه، والا ما تحكمتيش فيه راه تولي تبغي بلا فرانات، والا بغيتي بلا فرانات راه الله يستر مع الله يحفظ. واشاش يخ هي اللي بغيتها خويا، بغيتها هذيك مرتي يا 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 وزانة. هي هذيك مال خود خود اخويا خود خود بغيتها. الحب شحال هادي ما كانش بحال هكدا، شحال هادي الناس ما كانوا كيعرفوا البغو حتى كيتزوجوا، ما كيعرف حتى مع من غيتزوج حتى ليلة العرس. وديك الساعة هو وزهرو. عرينا حوجها. أمي هذا محمد هذا. هادشي هذاك راه حنين. زوجوا لي محمد امي. هادشي علاش الواحد بعض المرات كيفضل البغو ديال دابا على شحال هادي، حيت باش تبغي دابا ولا ساهل خاصك جوج حوايج. الاولى التليفون كيكون ديما عامر، واخا ما تلقى ما تقول خاصو يكون عامر. الو معشقه عرفتي تي دايره بحال ميفي ما نقدرش نتنفس الا منه. عرفتي ملي كنشوف في السقف كنحس به بعيد. الو افين الزين. الو كلك تبدا ومنين نبدا. الو واش تخبارك ريحتك ملي كنشمها كنبغيك. الو انا بغيت نشد في يديك ونطيرو. الو عندي ليك واحد الكادو. كيشاك. الحاجه الثانيه وهذه مهمه بزاف في البغو ديال دابا، وهي تكون عندك سلوكيه كتجري مزيان وتلقاها. اعد حاجه عندي هي المكياج. انا عندي الفيلات وبزاف ديال الشركات. البنت خاصها تكون طبيعيه. انا الزين عندي اهم من الجمال. اصلا انا بقى عاد فقت من النعاس وجهي باقي طبيعي. انتي باغيه واحد؟ ما كنحملش العكر. انتي اول بنت في حياتي. انا الحلم ديالي هو ندير الحجاب.
باش زيني يبقى الواحد بوحده. وانا هو داك الواحد. واو بنت هي لعبة. وفعلا ملي كتشبك تقلبي البلاصه اللي بغاو اون فوا كيتزوجوا كيعوجوا. ايوا تبارك الله على الفيلا. ولا راكي ما فهمتيش، الفيلا راه كانت عندي شحال هادي، اما دابا ولا عندي بيت. ياك ايوا حتى انا كانت زوينه بالماكياج، اما دابا وليت غير ماكياج. من هنا انا عندي واحد ديديكاس عفاك، البغو باش ينجح راه خاصو يكون مبني على الثقة، خاصو يكون مبني على الاحترام، وإلا غيجي واحد النهار غيريب عليكم بجوج. سيمو. نعم. غدا جينا واحد صاحبتي. شكون صاحبتك؟ صاحبتي إيمان اللي كانت خدامة معايا. إيمان اللي دايرة الحجاب؟ آه ديك الزهرة هي هاديك. باش عرفتيها زعرة؟ أود يقول الشاعر ومن البغوي ما زرق الأعلى، فيلك روميو وجولييت، فيلك عنتر وعبلة، الناس اللي كانوا كيموتوا على البغو وما بعده. دابا لا البغو اه مزيان، ما بعده الهربة. سيمو شنو؟ مازال كتبغيني ياك؟ معلوم تنبغي انا راني موج عليك انا. شتي راه هي انا وانا راه هو انا. اولا كتبغيني خطبني. خطبك؟ الا كتبغيني خطبني. خطبك زعما بحال هادو؟ هادشي اللي كاين في الاخر ما تنساوش تابونوا في لاشين يوتيوب، دخلوا لاباج فيسبوك وديروا ليها لايك، ديروا لايك اخر لا فيديو هنايا، واهم حاجه اهم حاجه بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم اللي كتبغيو وحتى صحابكم اللي ما كتبغيوش باش الحب ينتشر. اولا العنب بارطاجيو العنب. والحاصل الحب راه ما عمرو كان روميو وجولييت، عنتر وعبله، الحب ما عمرو كان عنب. بون بعض المرات كيولي العنب حتى شي وحدين كيبقاو يتعنبوا داكشي ديال القيلي ويلي. بغيف الحب راه اخلاق احترام كنتعلموه من والدينا باش نعلموه لولادنا. نتوما شنو هو الحب بالنسبه لكم؟ قولوا لي في كومونتير. سلام لو تشاو.